صاحبة الهاتف المحمول الأول واللاسلكي الذي نقل كلمات الإنسان من القمر إلى كوكب الأرض. لسنوات طويلة تربعت على عرش شركات الهواتف، وهو ما جعل انهيارها صادما للجميع. تعرف على قصة وتاريخ موتورولا والسر خلف انهيارها. تعود القصة إلى بول جالفين الذي ولد في سنة 1895 في ولاية إلينوي. بالتعاون مع شقيقه جوزيف جالفين اشتريا شركة قد أعلنت إفلاسها للتو، وهي شركة ستيوارت ستورج باتري كامباني، بمبلغ زهيد لا يتجاوز 600 دولار، وغير اسمها إلى جالفين للتصنيع، لتتأسس شركتهما الأولى عام 1928، وكانت في البداية لا تضم إلى 5 موظفين في شيكاغو. مجموع رواتبهم في الأسبوع الأول كان 63 دولاراً أمريكياً. كانت الشركة في البداية تطور أجهزة الراديو التي تعمل بالبطارية، ثم صنعت راديو نقالاً للشرطة الأمريكية، وتمكنت من الوصول إلى مبيعات وصلت إلى 256,287 دولاراً نهاية عام 1930، كما قامت بصنع أول جهاز لاسلكي للقوات الحربية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. بعد سنوات قليلة تغير اسم الشركة عام 1946 ليصبح موتورولا، وقدمت العديد من الاختراعات الرائعة، حيث إنها أول من صنع هاتفاً خلوياً في العالم في سنة 1973، وانتظرت موتورولا نحو 10 سنوات لتقرر أخيراً إطلاقه في الأسواق، حيث حمل اسم موتورولا دايناتاك، ووصل سعره في ذلك الوقت إلى 4,000 دولار أمريكي، وكان وزن الهاتف يبلغ كيلوغراماً وطوله 23 سنتيمتراً، ولكي يتم شحنه بالكامل كان يحتاج إلى 10 ساعات متواصلة موصلاً بالكهرباء، ولا تستطيع أن تتكلم به سوى 35 دقيقة فقط. لم يكن هذا الاختراع الأول والأشهر في تاريخ موتورولا، ففي عام 1969 انطلق رواد الفضاء الأمريكيون في رحلة أبولو 11 التاريخية، وحين وصلوا هبط نيل أرمسترونغ على سطح القمر ليقول الجملة التي خلدها التاريخ: هذه خطوة صغيرة بالنسبة إلى الإنسان وقفزة كبيرة للبشرية. وكانت موتورولا هي الشركة التي اخترعت الراديو الذي نقل هذه الجملة من القمر إلى الأرض. في عام 2004 أطلقت موتورولا هاتفها الشهير موتورولا رازر V3 الذي حقق نجاحاً صاخباً، حيث وصلت مبيعاته إلى 130 مليوناً حول العالم. لكن لكل نجاح نهاية، فشلت موتورولا ويا للأسف في تكرار النجاح الذي حققه هاتف ريزر، لا سيما في المنافسة مع الهواتف الذكية الجديدة مثل آيفون من أبل، ما أدى إلى انخفاض نشاطها في مجال الهواتف المحمولة. في عام 2012 قامت جوجل بشراء موتورولا ب 12 ملياراً ونصف المليار دولار، لكن سرعان ما اكتشفت أنها صفقة فاشلة، فباعتها سنة 2014 لشركة لينوفو الصينية بأقل من 3 مليارات دولار.